السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الثالث في الوحدة الرابعة، درس المثلث متساوي الساقين. المثلث متساوي الساقين. طبعا الكلام ده مش جديد بالنسبة لنا، لأن أخدنا قبل كده أنواع المثلث وتصنيفه بالنسبة لأطوال أضلاعه وبالنسبة لقياسات زواياه. ده الكلام اللي احنا أخدناه قبل كده، أنواع المثلث وتصنيفه بالنسبة لأطوال أضلاعه وبالنسبة لقياسات زواياه. نعلم سابقا أنواع المثلث بالنسبة لأطوال أضلاعه، وهو ثلاث أنواع. طبعا زي ما انت شايف، النوع الأول المثلث ألف باء جيم متساوي الأضلاع، لأن جميع أضلاعه متساوية في الطول، طول ألف باء زي ما انت شايف بيساوي طول باء جيم بيساوي طول جيم ألف بناء على العلامات اللي موجودة قدامي، فده بيصنف بأنه مثلث متساوي الأضلاع. النوع الثاني، النوع الثاني المثلث س ص ع، ده بنقول عليه مثلث متساوي الساقين، متساوي الضلعين، لأن عندنا المثلث س ص ع فيه طول س ص بيساوي طول س ع، وبذلك بيصنف بأنه مثلث متساوي الساقين. النوع الثالث زي ما انت شايف من غير ما اقول، هو عبارة عن مختلف الأضلاع، لأن لا توجد أي أضلاع متساوية فيه، لا يوجد أي ضلع في المثلث لام ميم نون يساوي الضلع الآخر، علشان كده بيصنف أنه مثلث مختلف الأضلاع، لأن جميع أضلاعه مختلفة الطول ولا يساوي أيا منها الآخر. ديت التلات أنواع اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وهو تصنيف المثلث بالنسبة لأطوال أضلاعه: متساوي الأضلاع، متساوي الساقين، مختلف الأضلاع. خلي بالك هنا التسمية لام ميم نون، لكن اللي مكتوب ألف باء جيم، لكن مفيش مشاكل. نظرية واحد، زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقان. تاني، زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان، متطابقتان. يعني إذا كان عندي المثلث ألف باء جيم متساوي الساقين، فيه ألف باء طول ألف باء بيساوي طول ألف جيم، فالمطلوب اني اثبت ان زاوية القاعدة، قاعدة المثلث اللي هي باء جيم رأس المثلث المتساوي الساقين ألف، وقاعدة المثلث اللي هي باء جيم، فالمطلوب مني اني اثبت ان زاوية القاعدة اللي هما الزاويتان باء وجيم متساويتان في القياس. طبعا بنستخدم المعطيات والمطلوب والبرهان في كل مسألة هندسة، في كل نظرية هندسة عايزين نثبتها، في كل نظرية أو في كل مسألة بنحلها لازم أستخدم المعطيات والمطلوب والبرهان، والرسمة بتكون قدامي على اليسار. المعطيات إن ألف باء جيم مثلث فيه الضلع ألف باء يطابق الضلع ألف جيم، أو القطعة المستقيمة ألف باء تطابق القطعة المستقيمة ألف جيم، بناء على المعطيات أو بناء على العلامات اللي موجودة قدامي على الرسم. المطلوب إثبات أن الزاوية باء تطابق الزاوية جيم، إثبات أن الزاوية باء تطابق الزاوية جيم، أي أنهما متساويتان في القياس. وطبعا هو لما بيقول لي إثبات أن الزاوية باء تطابق الزاوية جيم، يبقى أول حاجة بتبدر في ذهني حالات التطابق، حالات تطابق المثلثين، لكن هما فين المثلثين؟
علشان كده بيقول لي العمل نرسم ألف دال عمودي على باء جيم، نرسم ألف دال عمودي على باء جيم، حيث الشعاع ألف دال تقاطع القطعة المستقيمة باء جيم بيتقاطع في النقطة دال. الشعاع ألف دال تقاطع القطعة المستقيمة باء جيم يساوي النقطة دال اللي موجودة عندنا. طبعا كده بعد ما رسمت أنا الشعاع العمودي ده أصبح عندي موجود مثلثين، أصبح موجود عندي مثلثين وكل منهما قائم الزاوية، فبيتبادر لذهني على طول الحالة الرابعة في تطابق المثلثين، الحالة الرابعة اللي بتكون مختصة بالمثلث القائم الزاوية. يتطابق المثلثان القائم الزاوية إذا تطابق في أحدهما ضلع ووتر، إذا تطابق في أحدهما ضلع ووتر، ديت الحالة الرابعة من حالات تطابق المثلثين اللي بتكون مرتبطة بالمثلثات القائمة الزاوية. علشان كده بدأ في البرهان على طول في المثلثان ألف دال باء وألف دال جيم فيهما، وآدي القوس اللي أنا بستخدمه في التطابق، القوس اللي له ثلاث سنات لأن بيكون عندي ثلاث عناصر ثلاث شروط. طيب بما أن المثلثين قائم الزاوية يبقى أنا محتاج ضلع ووتر، وآدي الوتر في المثلث ألف دال باء وآدي الوتر الثاني في المثلث ألف دال جيم. طب فين الضلع؟ طبعا واضح أن ده الضلع المشترك اللي هو ألف دال، ضلع ووتر، ضلع ووتر، آدي الضلع وآدي الوتر، آدي الضلع وآدي الوتر فيهما ألف باء بيساوي ألف جيم، وده بناء على المعطيات اللي هو عاطيهاني. الحاجة التانية أن ألف دال ضلع مشترك. الحاجة التالتة أن قياس الزاوية ألف دال باء بيساوي قياس الزاوية ألف دال جيم بتساوي 90 درجة، وهو ما تنص عليه الحالة الرابعة من حالات تطابق المثلثين ضلع ووتر. إذن ينطبق المثلثان كلا على الآخر تمام الانطباق، ونستنتج من التطابق أن الزاوية باء تنطبق تمام الانطباق على الزاوية جيم، وهو المطلوب إثباته، وهو المطلوب إثباته. بما أن الزاوية باء تنطبق على الزاوية جيم، إذن قياس الزاوية باء يساوي قياس الزاوية جيم، وهو المطلوب إثباته. إذن نظرية واحد بتنص على أن زاوية القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متطابقتان، متطابقتان، ودي نظرية مهمة جدا استفدناها من تطابق ضلعين في أي مثلث. نتيجة: إذا كان المثلث متساوي الأضلاع فإن زواياه الثلاثة تكون متطابقة ويكون قياس كل منها 60 درجة. يبقى هنستفيد من النظرية اللي فاتت أنه إذا كان المثلث متساوي الساقين فزاوية القاعدة بتكون متساويتان في القياس. هنستفيد منها في النتيجة الجديدة: إذا كان المثلث متساوي الأضلاع فإن زواياه الثلاثة تكون متطابقة ويكون قياس كل منها 60 درجة. مثال: في كل من الأشكال الآتية أوجد قيم الرموز المستخدمة في قياسات الزوايا. المثلث الأول مثلث متساوي الساقين، معنى كده أن زاوية القاعدة متطابقتان، متساويتان في القياس. طيب فين القاعدة وفين الرأس؟ آدي القاعدة، قاعدة المثلث، وآدي الرأس. بناء على أنت عرفت؟ لأن إذا كان الضلعين دول متطابقان بناء على العلامات اللي موجودة عندي يبقى هم دول الساقين، وبناء عليه يكون النقطة ديت هي الرأس وهذه القاعدة، وهذه القاعدة.
طبعا انت عندك المثلث مقلوب زي ما انت شايف. طيب بما ان المثلث متساوي الساقين بناء على النظرية، اذا زاوية القاعدة متساويتان في القياس، وبناء عليه يكون قياس الزاوية سين او المشار اليها بالرمز سين يكون قياسها 50 درجة. طبعا كلنا عارفين ان مجموع الزوايا الداخلة لاي مثلث 180، وبناء عليه يبقى الزاوية المشار اليها بالحرف صاد هتساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين، يبقى 180 ناقص 50 زائد 50، يبقى 180 ناقص 100، وبناء عليه هتكون قياس الزاوية صاد 80 درجة. كويس. الشكل الثاني عندنا المثلث ايضا متساوي الساقين، وعندنا المستقيم ده يوازي المستقيم اللي موجود قدامي، المستقيم اللي مرسوم من الرأس يوازي القاعدة، وعندي الزاوية المشار إليها بقياسها 65 درجة، والمثلث متساوي الساقين. طبعا أول حاجة أستفيدها من التوازي، إذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فإن كل زاويتان، أيوة فعلا كل زاويتان متبادلتان في القياس متساويتان في القياس. معنى كده أن قياس الزاوية اللي أنا مشاور عليها دي بتساوي 65 درجة بالتبادل، لأنهم على شكل حرف زد زي ما أنت شايف، حرف زد معدول على شكل حرف زد، فالزاويتان 65 درجة واللي أنا مشاور عليها دلوقتي متساويتان في القياس بالتبادل. معنى كده أن الزاوية اللي أنا مشاور عليها قياسها 65 درجة، وبما أن المثلث متساوي الساقين إذن زاويتي قاعدته متساويتان في القياس. معنى كده أن الزاوية المشار إليها بالحرف سين أيضا 65. طيب 65 زائد 65 130، 130 يبقى الباقي من 180 50، يبقى الزاوية المشار إليها بالحرف سين 65 والزاوية المشار إليها بالحرف صاد 50 درجة. كويس. عندنا المثلث الثالث أيضا مثلث متساوي الساقين، وآدي زاوية الرأس قياسها 3 س زائد 9، زاوية الرأس المشار إليها ب3 س زائد 9، وآدي زاويتي القاعدة، زاويتي القاعدة. طبعا زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الساقين بيكون متساويتان في القياس، يبقى الزاوية هنا 2 س زائد 12 معطى، يبقى أنا أقدر أستفيد إن أيضا الزاوية المشار إليها هنا أيضا بتكون قياسها 2 س زائد 12، بناء على النظرية اللي بتقول إذا كان المثلث متساوي الساقين فإن زاويتي القاعدة بيكونوا متطابقتان. معنى كده إن الزاوية الثانية 2 س زائد 12 ومجموع الزوايا الداخلة لأي مثلث 180 درجة، 180 درجة. طيب لما نحسب المجموع الزوايا اللي موجودة عندنا، لما نحسب مجموع الزوايا اللي موجودة عندنا هنلاقيها عبارة عن ايه؟ 3 س زائد 9 زائد 2 في 2 س زائد 12 بيساوي 180 درجة، لأن مجموع الزوايا الداخلة لأي مثلث 180 درجة. طيب محتاجين نفك الأقواس باستخدام خاصية التوزيع، يبقى 2 في 2 س ب 4 س
زائد التلاتة سين يديني سبعة سين، واتنين في اتناشر باربعة وعشرين، اربعة وعشرين زائد التسعة تلاتة وتلاتين بيساوي مية وتمانين. المجاهيل في طرف والاعداد في طرف اخر، يبقى انقل التلاتة وتلاتين باشارة مخالفة للطرف الايسر. مية وتمانين ناقص التلاتة وتلاتين يديني مية سبعة واربعين، وبقسمة طرفي المعادلة على معامل المتغير فيها، 147 على 7 يديني 21، وبذلك يكون الحرف سين المجهول اللي موجود عندي بيساوي 21 درجة. طبعا كل ديت عبارة عن خطوات حل المعادلة، المجاهيل في طرف والأعداد في طرف آخر، وبقسمة طرفي المعادلة على معامل المتغير فيها. كل ده بالاستفادة من النظرية أنه إذا كان المثلث متساوي الساقين فإن زاويتي قاعدته تكونان متطابقتان. فأمان الله.